السلام عليكم الخوان، ان شاء الله راكم قاع بخير. يعطيكم الصحه اللي راكم تتبعوا دي زيد بول. راح نتكلم اليوم على جايا مرباح، الحارس الطائر اللي راه يلعب مع الرجاء كازابلانكا. للمعلومه بالماضي عيط الوديجا ليكيب ناسيونال، راه يقدم مستويات رائعه مع الفريق تاعو، وراح نهضر على ستيل دو جو تاعو، ما هي المؤهلات تاعو. ان شاء الله تعجبكم الفيديو، تبعوا معايا. اولا حبيت نبدا لكم بهذه اللقطات كي كان يلعب مع الاربعه في موسم 2015 و2016. على بالي بلي عندها بزاف، بصح حبيت نوريكم برك كيفاش كان يطير كي تشوف هكذا، ولا غير حارس مرمى رائع، ويعني تتساءل علاش ما لونسيناش كي كان جون. خيرت لكم كاع اللقطات تاعو كي كان يلعب مع السي ار بي ومع الرجاء، ان شاء الله تبعوا مليح الفيديو. اولا جايا مرباح عنده التمركز، هذه هي نقطة قوة تاعو، عنده تمركز جيد اللي يمكنه باش يقدر يحبس دائما التسديدات وما يكونش بعيد على الكرة، ودائما يكون في اتجاه الكرة في المركز الصحيح كما راكم تشوفوا هنايا. انا المهاجم انطلق مما خرجش من الزاوية تاعو، كان غالق مليح الزاوية على بالو وين المهاجم راح يسدد وقدر يحبسها بكل سهولة. هنا كيف كيف مع السياسي، المهاجم رود مليح الكرة هنايا، وجايا مرباح كان متمركز مليح. هنا مباراة أمام المغرب مرة أخرى كان متمركز مليح. هنا كيف كيف شاف المهاجم، شاف الاتجاه تاعو على بالو بلي ما راحش يسدد في الزاوية المفتوحة، قاعد يغلق القائم الأول وقدر يتصدى للكرة. هنا تاني تسديدة من بعيد وكان متمركز مليح وقدر يحكم الكرة. انا تانيت في المخالفه كان متمركز مليح وكان مركز تاني، كان مركز مليح وما كانش مفاجئ بالكره. المؤهله الثانيه تاع جايا مرباح وهي التصديات، عنده واحد لي ريفلكس يا خويا، وعنده السرعه في التنفيذ. شوف كيما راكم تشوفوا هنا في ضرب الجزاء قدر يحبسها وعاود ناض وحكم الكره من بعد، يعني تشوف بلي خفيف. هنا كيف كيف تصدى الكرة يعني بأعجوبة، هنايا سريع جدا مرباح، وهنايا مع الرجاء راه يلعب هاد العام مع الرجاء ودار هاد التصدي هذا يعني في منتهى الروعة. هنا في المخالفة شوف مين جبدها من 90، لا غير يعني حارس طائر تاع الصح يطير. هنا مع السياربي كان يلعب، دوك نخليكم تشوفوا شوية لقطات تاع التصديات تاعو. جايا مرباح عنده قراءة جيدة لاتجاه تاع الكرة وقراءة جيدة للعب، يعرف يقرا يعني التحركات واتجاه الكرة، عنده لونتيسيباسيون، يعرف يونتيسيبي كيما راكم تشوفوا هنايا، يعرف وقت اش يخرج ويقطع الكرة. القوة الأخرى تاع جايا مرباح وهي الخروج في الكرات الهوائية، وعلى بالنا بلي عندنا نقص في هذاك المجال هذاك مع بولحي ما ولاش يخرج بزاف، مي على حسب ما شفت جايا مرباح يخرج بزاف في الكرات الهوائية، وهذه هي نقطة إيجابية.
نقاط تحسن تاع قايا مرباح اللي نقدر اللي شفتها بالك واللي راهي ناقصاتو بالك، بالك راني غلط، هي اللعب بالرجل. لعب الرجل شويه ناقص على حسب ما شفت. وزيد كاين حاجه اخرى، الحارس لازم يكون قائد. اسكو قايا مرباح يقدر يكون قائد تاع الفريق الوطني، قائد تاع المدافعين، يعرف كيفاش يوجههم، يعرف كيفاش يمركز المدافعين تاعو. هذه هي بيان سور تجيب الخبره، ان شاء الله يخدم هاد الجوانب هادوما. يعطيكم الصحه اللي تبعتوا الفيديو، نقول لكم بقوا على خير، صحيتو.